السلام عليكم، حياكم الله في الحلقة الثانية من يومك معي، واليوم يومكم معي كمتسول. قبل لا نبدأ الحلقة لازم أنبه على شغلة مهمة جداً جداً. في فرق كبير بين المحتاج الحقيقي والمتسول. المحتاج الحقيقي هو شخص يطلب الناس فلوس عشان يعيش، والمتسول هو شخص يعيش عشان يطلب الناس فلوس. في هالحلقة عشت معكم كمتسول وجربت ثلاث تجارب من يوميات المتسول. في بداية اليوم طلعت أسوي المسجد. المسجد يعتبر أهم مكان للمتسولين يجمعون فيه فلوس، وعشان أكسب تعاطف المصلين معي سويت ثلاث شغلات بس. وصلت ثيابي، طلعت على المصلين وعطيتهم قصة مأساوية، وبعدين جلست جوة المسجد. السلام عليكم. الوالد قبل سنة توفى، كان مصاب بمرض، كان عائلة يعني معروفة، والحمد لله قدر الله على الوالد توفى، والحين أنا عيل الأسرة فيها اثنين، أمي وأختي. الحمد لله يعني لقينا مسكن، سكننا مع خالي فترة بس حالته صعبة شوي، اضطرينا نطلع من عنده ونسكن في حي ثاني. الحين ما عندنا فلوس نقدر نعول الأسرة كاملة، فالله يجزاكم خير يعني لو تقدرون اللي تقدرون عليه بس، جزاكم الله خير. واحد، ستة، 11، 21، 31، 191، 191 دخلت في جيب شخص غير محتاج بجلسة واحدة بعد الصلاة. التسول عند الإشارة. في 10 دقائق جمعت ريالين بس. بصراحة أنا انبسطت إنه ما حد أعطاني وجه، وحتى الريالين هذه تمنيت إنه ما حد أعطاني إياها. شاب ومتعافي يدور له أي شغلة تدخل له فلوس، لا يتسول. المتسولين بين فترة وفترة يطرحون سيناريوهات مختلفة. يجيك شخص يقنعك إنه غير متسول وغير محتاج بس يحتاج فزعتك، وهو بهالحركة يومياً في رمضان يدخل متوسط 1000 ريال، يعني في الشهر يدخل 30,000 ريال. طبعاً هالحركة كثرت على خطوط السفر. احنا جربنا التجربة الثالثة بنفس الطريقة، نشوف ايش صار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ المعذرة الإزعاج، بس انقطعت فينا السيارة، ما عندنا بنزين وحبينا نلعب بيه، بس ابوك انا ناسيه بالبيت، يعني لو تقدر تساعدني بس بمبلغ بس ابيع بالبنزين عشان اقدر ارجع يعني الرياض. يعني فلوس بتبي بنزين؟ اي تكفى. طيب تكفيك 50؟ اي 50 إيه تكفي زياده. شكرا. حلو. تسلم. أيه معليش. السلام عليكم. السلام. هلا. كيف الحال؟ المعذرة عزيزي الشباب، بس أنا جاي مع أهلي وقطعت فينا السيارة، وأبي بس فلوس أبي بنزين عشان أقدر أرجع. أبوك ناسي بالبيت، معكم يعني أي شيء مش حال. كم تبي؟ هلا هلا والله. السلام. هلا. ما مشي والله، بس كم تبي؟ أي شيء أقدر أبي بنزين أقدر أرجع فيه بالخط. مش صح. ما حد شيء سهل. إيه ما الباقي. إيش؟ دقيقة طالع. إيه عشان يتمشي. لا عشان يتمشي. خلاص ما تقصر. شكرا. في نهاية الحلقة أحب أذكر مرة ثانية، في فرق كبير بين الشخص اللي صدق محتاج والمتسول. أنا ما بقتطلع من الحلقة هذه وتقول خلاص أمسك فلوسي وماني متصدق لأحد، لا، أتصدق بس على الناس المحتاجة، وفي طرق كثيرة.
الطريقة الأولى تتصدق على شخص تعرفه معرفة حقيقية أنه محتاج. الطريقة الثانية تتواصل مع إمام الحي. إمام الحي في الغالب أنه يعرف أحوال الحي وهو بيوصل فلوسك للناس المحتاجين. الطريقة الثالثة تستقطع جزء من راتبك للجمعيات الخيرية الموثوقة وهم راح يوصلون فلوسك للناس المحتاجين. وبالنسبة للتسول، حلو أن يكون لك دور في حل المشكلة. ارفع السماعة وبلغ. السلام عليكم.